الرجل بعد الفاصل للسادة المشاهدين لاستكمال الفقرة الثانية عن الأندية المصرية لتجرى انتخابات بشكل عام. طبعا احنا بنتكلم على الانتخابات المفترض بتجرى في جميع أندية مصر، وهل الانتخابات دي هتؤثر على الرياضة المصرية الحالي أو المحركة ده؟ هل فيه تغييرات هتتم بشكل واضح في بعض الأندية أو الأندية بشكل عام؟ فخلينا نتكلم مع ضيوفنا يشرفونا بعض، نرحب بيهم وبعد كده نتكلم في موضوع إجراءات الانتخابات أو تأثيرها على الأندية المصرية. نرحب بضيفنا اللي شرفنا النهاردة الدكتور صلاح يوسف، وزير الزراعة والاستصلاح الأراضي سابقا. أهلا بك يا فندم، شرفنا. أهلا فندم، أهلا وسهلا، الله يبارك في حضرتك. أيضا السيد اللواء صلاح الجزار لواء شرطة سابقا، أهلا بك يا فندم، شرفنا. أهلا وسهلا. بداية يا دكتور صلاح، احنا بنتكلم على انتخابات بتجرى في الأندية المصرية، هل بالفعل الانتخابات دي هتأثر على الرياضة في الأندية أم ده ملوش علاقة؟ كتشغيل الإدارة بشكل عام بيشتغل في الأندية، أما إدارة مجلس الإدارة بتجرى انتخابات وفي بعض مثلا لجنة أو حاجات مؤقتة بتدير الأندية بشكل مستمر، أم مجلس الإدارة القديم بيدير لحين انتهاء الانتخابات؟ فأرجو نوضحها دي برضو عشان نعرف هل فعلا الانتخابات دي هتأثر على الأندية أو الرياضة بشكل عام داخل النادي، أم كل حاجة ماشية بوضعها الطبيعي وفي لجان مختصة بتدير هذه الأندية لحين انتهاء من مجلس الإدارة موجود في الأندية؟ أنا بحضرتك الأول والسادة المشاهدين، هو بالفعل فعلا في مجالس إدارات قائمة في الأندية لحين بدء الانتخابات. كثير من هؤلاء أعضاء مجالس الإدارة بيترشحوا، عندهم الفرصة للترشح لمجالس الإدارة الجديدة والانتخابات الجديدة. بالتأكيد يعني فكرة يكون في لجنة بتدير الانتخابات الأندية لحين الانتخابات هي اصلا المفروض تكون فكره اصلا سليمه، لكن هو بيحدث في كثير من الانديه بيكون مجلس اداره موجود ويترشح للانتخابات القادمه وبيمارس عمله في الاداره بالاضافه للترشح وبعدين بتستمر الامور في الانتخابات. لكن هو الاهم من كده الحقيقه ان فعلا مجالس الادارات بتؤثر كثيرا في نشاط الانديه، لان مجالس الاداره هي بتضع السياسه بتاعت الانديه ذات نفسها، بتشرف عليها. المفروض انها اصلا لو اداره سليمه، اداره مؤسسيه، لا تتدخل في عمل التنفيذي للانديه بعد رسم السياسه الا من خلال مدير تنفيذي هو اللي بيدير الموضوع، المنظومه داخل النادي في اجهزه اداريه وفي اجهزه رياضيه، دي كلها اصلا طالما اتعملت منظومه سليمه فهو اصلا مجلس اداره فقط بيكون دوره ان هو اصلا رسم السياسه ومتابع للتنفيذ وبيشوف كيفيه الاداء او مستوى الاداء بيكون ماشي ازاي. ده معناه ان طالما اصلا هو رسم للسياسات فهو بالتالي السياسات التي يضعها مجلس الإدارة بتؤثر على كفاءة النشاط الإداري والنشاط الرياضي داخل الأندية. هدي أصل الموضوع. يعني تجرى الانتخابات عادي ويتم ترشيح من أعضاء مجلس الإدارة كان القديم أو بعض الأعضاء الجدد. نعم. اللي هو يرغب إن هو بيتعامل كترشيح أثناء الترشيحات اللي هي مجلس الإدارة. أنا بتكلم بقى ست دكتور صلاح، أنا بتكلم على إن أنا كنادي بيدار كأنشطة رياضية. نعم. هل الأنشطة الرياضية دي بتأثر في أثناء الانتخابات أم هي تشغيلها شغال ملوش علاقة بإدارة التشغيل لحين وجود مجلس إدارة جديد أو اللي موجود القديم بيجدد الثقة فيه؟ هو بالتأكيد بيكون في كل نادي زي ما بقول في مدير تنفيذي وفي أصلا مدير نشاط رياضي. مدير النشاط الرياضي هو بيدير النشاط الرياضي داخل الانديه طوال فتره مستمره لحين انتهاء فتره الانتخابات، واما بيجدد ليه مره اخرى او اصلا بيتم تعيين مدير اداري رياضي جديد تاني. المنظومه بتنها مستمره، لان يعني طبعا الانديه فيها نشاط رياضي بالفعل. النشاط الرياضي لازم يستمر، مش هيقف خلال فتره الانتخابات الا خاصه اذا كان فقط يوم الانتخابات، لكن عامه النشاط الرياضي لا يتوقف، وبالتالي القائمين على الجهاز التنفيذي داخل الانديه بيستمر.
لكن نوعيه المجالس اداره ذات نفسيه بالتاكيد بتؤثر على كفاءه النشاط الرياضي في الانديه. ده لو احنا اعتبرنا الانديه الرياضيه فقط، لكن حاليا الانديه الرياضيه ولها نشاط اجتماعي اصلا كبير جدا. فالموضوع مش مجرد انديه رياضيه وتمارس الرياضه، لا، دي انديه ليها شق رياضي، لها شق اجتماعي، لها شق ثقافي وفني واداري. فالحقيقه انت الانشطه داخل الانديه المصريه غالبا بتكون متعدده. طب يا دكتور خلينا نتكلم مع ست اللي هو صراحه بنقول ان انا عندي جمعيه عموميه، خلاص احنا بنقول في انتخابات في انديه بشكل عام على مستوى الانديه موجوده في مصر، في جمعيه عموميه، انا كمواطن بقول ان انا في انتخابات في نادي مثلا في مكان انا مقيم فيه، هل انا ترشيح فيه ام لازم يكون مشترك فعلا في النادي وله عضويه في النادي؟ لا عشان نوضح لسيد المشاهدين عشان نشوف يفط ودعايه ففكرنا انتخابات نادي الشعب. لا الانتخابات يعني مش فمعلش ارجو يعني التوضيح لسيد. لا هي مش فكره دعايه ولا حاجه، انما هي الانتخابات عموما كل نادي بيترشح اعضاء مجلس الاداره من اعضائه مش من خارج، لازم يكون عضو في النادي. اما المواطن العادي طالما مش مشترك كعضويه داخل النادي لا ملوش حق التصويت، لان احنا الانتخاب اصلا بيترشح عضو من النادي والجمعيه العموميه من الاعضاء المشتركين في النادي برضه، يعني كل الجمعيه العموميه بتشكل من الاعضاء المشتركين في النادي، الاعضاء الاساسيين يعني الاعضاء وابنائهم. طب ست اللي هو بيبقى له شروط طبعا تتمثل في العضو كمرشح لمجلس اداره النادي مثلا، فعلا له شروط؟ هو مجلس الاداره في قانون الرياضه الجديد بيتكون من 12 عضو دلوقتي، بيبقى رئيس ونائب رئيس وامين صندوق وست اعضاء فوق السن وثلاث اعضاء تحت السن اللي هو بيبقى سنهم اقل من 35 سنه يعني من 30 سنه. و كل واحد بيشوف نفسه في المجال بتاعه او في بعض الانديه او اغلب الانديه في مصر عموما بيعملوا قوائم توافقيه مع بعض، يعني بحيث ان يبقوا المجموعه اللي هي تنزل الانتخابات تبقى متوافقه مع بعضها على اساس تدير النادي، ما يبقاش فيه اختلافات في مجالس الاداره فيما بعد يعني. انما هي اللائحه الرياضيه الجديده الانتخابات فرديه مش قوائم، ولكن هي كل مجموعه داخل نادي بتعمل لنفسها قائمه. يعني الترشيح بيبقى فردي ام قائمه؟ لا الترشيح فردي في القانون. الترشيح فردي، كلنا مترشحين فردي، ولكن كل مجموعه بتشكل من نفسها قائمه لوحدها على اساس يبقوا متفقين او منسجمين مع بعض او لهم هدف واحد او لهم فكر واحد او لهم سياسه واحده عايزين ينفذوها في النادي في الاربع سنين اللي هي اللي هو خليني بتكلم انا ده عمل تطوعي وخدمي، تمام؟ هل بالفعل ده عمل تطوعي خدمي ام بياخد بيه اجر داخل مجلس الاداره؟ يعني عشان بس المشاهد بيعدي مرورا كده قدام النادي بيلاقي يفط ودعايه فبيقول لك بقى ديت لها مقابل يعني، فهل عايزين نوضحها لسادة المشاهدين هل فعلا ده لا مقابل او عمل تطوعي؟ لا 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 داخل النادي عشان بعمل انشطه جديده، اعمل تطوير انشطه، اعمل نادي يكون مميز من ضمن الانديه الموجوده داخل مصر. ده هو جميع في عائد، هو حضرتك جميع الانديه في مصر عملها عمل تطوعي خدمي فقط لا مقابل، لا مقابل ليه، هي كلها نوع من الخدمه لاعضاء النادي نفسهم، وهي بتبقى عمليه يعني تطوعيه اكتر منها عمل احترافي. يعني احنا متطوعين لخدمه النادي بصفتنا اعداء جوه النادي وبنستفيد لينا ولاولادنا، فهو عمل تطوعي من الدرجه الاولى لا مقابل نتيجه هذا العمل يعني. يعني بدون اجر، وهو اكتر من ان هو عمل تطوعي وخدمي لعمل بشكل جيد على ارض الواقع داخل النادي يقدم خدمه لاعضائه.
لان الخدمة دي هي بتعود اصلا على اولادنا. يعني هو النادي اساسه ايه؟ اساسه نادي رياضي، نادي اجتماعي. اجتماعي بننمي الثقافة بتاعت ابنائنا، بننمي ثقافتهم اجتماعيا وتعليميا. يعني بيبقى له نشاط رياضي واجتماعي، نتبنى المهارات او الابطال الرياضيين في النادي، بحيث انه يطلع من النادي ناس ابطال في اللعبات المختلفه يعني. فهو عمل تطوعي، وكلنا بنبقى لينا هدف واحد، ان احنا نرتقي بالنادي ده ونحاول نطور طبقا للتطور العصر اللي احنا فيه دلوقتي. طب خلينا ست اللي هو اسال الدكتور الصلاح، انا شايف حضرتك ان انت مرشح عضو مجلس اداره لنادي 6 اكتوبر، هل ترشحك لعمل الخدمي او التطوعي لهذا منصب كعضو مجلس اداره؟ هل شايف ان النادي مش على الكفاءه اللي انت شايفها، او مجلس الاداره مش على الكفاءه اللي هو يقدر يقوم بالمرحله القادمه في تطوير الانديه والانشطه وادمات وتقدم خدمات بشكل جيد على الارض؟ بس قبل ما نجاوب على السؤال ده نطلع فاصل اعلاني ونرجع بعد الفاصل ان شاء الله. مصر البلد، تنوع بلا حدود. رجعناكم تاني بعد الفاصل اعلاني لاستكمال الحوار مع ضيوفنا مصطفون النهارده، بنتكلم على موضوع الانتخابات في الانديه المصريه. خلينا نتكلم مع دكتور يوسف. احنا بنتكلم قبل الفاصل قلنا ان حضرتك كنت مرشح على عضو مجلس اداره، ده احنا صححنا ان حضرتك مرشح على مقعد رئيس مجلس اداره نادي 6 اكتوبر. فبالتالي ترشحك هل طبعا ان حضرتك عضو في كنت في جمعيه عموميه في نادي 6 اكتوبر، فبالتالي انت شايف ان مجلس الاداره وبخاصة على ترشيحك لمقعد رئيس مجلس الإدارة، شايف إن هو مش في المرحلة اللي جاية هيقدر يقوم بشكل جيد بأنشطة من ناحية الكفاءة الموجودة في الدولة. هل بالفعل أنت شايف إن حضرتك في المرحلة القادمة مع الأعضاء أو المجموعة اللي حضرتك واخدها كفريق عمل في المرحلة القادمة هيتم إعادة تنشيط النادي بشكل جيد عن المرحلة الموجودة حاليا، أم ده بوضع يعني كمؤقت؟ يعني أنت شايف إن أنا مش هقدر، بس ده شكل روتيني يعني. يعني في بعض الناس تقول لك أنا إيه أقدم كعضوية وأشوف هتيجي أو ما تجيش. هل أنت شايف إن حضرتك في خطة، في آليات، في استراتيجية؟ انا حد علمي طبعا ان حضرتك تاريخك سابقك في عمل العام في وزاره الزراعه او في بعض في مركز البحوث او بعض الاماكن الحساسه اللي موجوده في الدوله او في مؤسسات الدوله، فبالتالي في تنميه وفي تطوير في بعض الاماكن اللي حضرتك موجوده. هل انت شايف ان حضرتك هتتعامل في هذا المجال اللي هو النشاط الرياضي او في النادي بالذات كنادي 6 اكتوبر هتقدم انجازات بشكل واضح، ام ده ارضاء لسين او بساط؟ يعني انا مش هقدر اتكلم اكتر من كده يا دكتور. لا هو اولا ارضاء لسين او بساط، هو اولا احنا بنشكر القناه ان هو فعلا انتخابات الانديه هي قضيه من قضايا الدوله. ليه؟ لانها ليها تاثير كبير جدا على المجتمع المصري. لا ده اكيد يا دكتور صلاح، وانت عارف ان هو مش هنقدر نتاخر عن اي حد يقدم عمل تطوعي او خدمي. نعم. واحنا ما نسندوش وما نقفش. هو فعلا عمل تطوعي وبدون اجر، ولكن باجر برضه. الاجر بقى جاي منين؟ مش اجر مادي يعني، هو لان الاجر انك لما بتخدم المجتمع بتاعك اللي بتعيش فيه، لما بتاخد ثواب من ربنا سبحانه وتعالى انك بتعمل حاجه كويسه للناس او للشباب او للاطفال
او 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 لناس تحب تمارس الرياضه او تعيش في مجتمع نادي جميل، ده 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 اجر جميل جدا. يعني مش الاجور كلها فلوس، لكن هو فعلا هو عمل بدون اجر مادي، ولكن في اجور كتير ثواب من عند ربنا سبحانه وتعالى. وفي نفس الوقت خدمه المجتمع اللي حواليك. في رؤساء للمجلس الاداره قبل كده، ومجالس الاداره كانت موجوده للنادي، وبالتاكيد كل مجلس اداره بيقدم ما عليه وبيسعى ان هو يطور في النادي بقدر امكانياته بقدر طاقته، قدر التعاون الجميع يعني الاعضاء الجمعيه العموميه معاه، وقدر تعاون الجهاز الاداري اللي معاه والمنظومه اللي معاه. ده بالتاكيد كل مجموعه بتأدي دورها وبنشكرهم عليه بالتاكيد. انا لما نزلت الترشح كان هدفي فعلا ان انا شايف كفاءه ما يدور في النادي لا يتناسب مع مستوى اعضاء النادي. دي اصل الموضوع. يعني ايه؟ يعني النادي بيضم في دكتور، دي حته مهمه قوي جدا مش هعديها. انا اتصلت تليفون دكتور معايا من اعضاء الجمعيه العموميه، طبعا بيعملوا اتصالات على حضراتكم. معايا الاستاذ سيد صلاح عضو الجمعيه العموميه بنادي 6 اكتوبر. اهلا بيك يا استاذ سيد. اهلا وسهلا يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عندنا طبعا دكتور صلاح يوسف مرشح على مقعد رئيس مجلس اداره بنادي 6 اكتوبر، ومعانا ست اللي هو صلاح الجزار مرشح عن مقعد امين صندوق بنادي 6 اكتوبر. هل حضرتك في بعض الناس طبعا اعضاء اخرى مرشحه، هل انت شايف حضرتك ان المجلس القديم كانش على كفاءه بشكل جيد، وانت شايف في بعض المرشحين الجدد ان في مرحله اللي جايه ان هو يقدر يعمل تطوير بشكل واضح وجيد، ام ان انت شايف ان الوضع عادي لسه؟ مش هل انت شايف في المرحله اللي جايه في خدمات بشكل جيد هتتم في خلال الاعضاء المرشحه، ام انت شايف لسه ما؟ انا في البدايه بسلم على سياده الوزير صلاح يوسف وسياده اللي هو صلاح الجزار الاعضاء المحترمين في النادي. ايوه حضرتك يا فندم. طبعا احنا بعد وجود قانون الرياضه الجديد وتطور القانون في ان بقى في مسموح للانديه دلوقتي ان هم يعملوا شركات استثماريه ويستثمروا والحاجات دي، فاصبح وطبعا نادي 6 اكتوبر بالذات وهو ثاني اكبر نادي في جمهوريه مصر العربيه من حيث المساحه، حيث تصل مساحته ل 270 فدان، يعني نادي كبير جدا جدا، من الممكن ان تقام فيه بعض المشروعات الاستثماريه. وطبعا في النادي في تردي منذ سنوات، النادي في تردي منذ سنوات وفي انشقاقات، وكنا احنا بنتوصم ان الراجل زي الدكتور صلاح يوسف راجل تولى وزاره يعني عدى باختبارات كثيره، وطبعا دي حاجات تولى احدى الوزارات في دوله مش في النادي، وبرضه سياده اللواء صلاح الجزار راجل كان مساعد ومدير الامن، فاحنا كنا متوسمين ان الناس دي اصلا عندها فكره على وعلى ان على طوله، وناس مثقفه وناس مرتبه على انهم يبتدوا يطفئوا من النادي ويبتدي ان الخدمات اللي يطوروا فيها، عشان نحس ان احنا قاعدين في نادي كبير، لان نادي 6 اكتوبر مش ظاهر على الخريطه خالص، رغم انه نادي مليء بكل شيء، في المقومات اللي تحطه في مصاف مقدمه الانديه في مصر، وفي سواء من الناحيه الرياضيه والناحيه الاجتماعيه والناحيه الثقافيه، ولكن كل هذه الامور احنا عايشين في قصور فيها، وعلى وعلى استئثار البعض بطريقه او اخرى دائما بالانتخابات. والعاب خفيه والعاب قذره بتحصل سواء قبل الانتخابات او بعد الانتخابات او يعني احنا عايشين بصراحه النادي الوحيد اللي في جمهوريه مصر العربيه اللي يكاد يكون كان كل سنه في انتخابات. عايزين استقرار، عايزين ان النادي يبتدي يتطور، يبتدي ينطلق، يبتدي ننظر الى الامام، يكون طموحنا ان احنا النادي يزدهر، النادي يرتقي، تروح تحس انك قاعد في نادي كبير مش نادي يعني يكاد يكون قرب يتحول يبقى زي مراكز الشباب وداخلين وخارجين بتذاكر والكلام ده كله. فيعني احنا كنا بنتوسم في الدكتور صلاح على اساس ان الراجل ده قيمه وقامه وتولى احدى المناصب العليا في البلد، ان هو ينقلنا النادي نقله حضاريه بفكره، وخاصه ان احنا ما نعلم ان هو الراجل يعني راجل كويس جدا
وطبعا على خلق، وربنا ان شاء الله ان شاء الله يا استاذ سيد نتمناهم طبعا التوفيق ان شاء الله في المرحله القادمه، وان شاء الله ربنا يكرمهم طبعا بمجهوداتكم كجمعيه عموميه باذن الله، ان في الحاله القادمه ان انتم تساندوا الناس اللي انتم شايفينها تأدي خدمات بشكل واضح على الأرض الواقع من خلال خدماتهم للنادي والأعضاء النادي، وما يبقاش في مجاملات على حساب النادي. يعني النادي مليان مجاملات مش ممكن. يعني ألو معاك يا أستاذ سيد توصل إيه؟ أخبرني يعني ألو مجاملات لناس وناس يعني توصل؟ مش سامع حضرتك كويس. تقصد يا استاذ السيد ان في مجاملات ايوه لا يعني النادي بيستخدم ايه؟ بعض الاعضاء مسيطرين عليه، بعض اللي هم بيتولوا في مجالس الاداره دايما على طول، ولوبيهات بتبقى في النادي، يعني فاحنا الناس متوسمه خير بالدكتور صلاح ان تقطع على الشلاليه في النادي يعني بالفعل يا استاذ السيد كان في فساد في مجلس الاداره السابق او الحالي اللي هو المفترض يحل بعد الانتخابات؟ لا هو الفساد ما حدش يقدر يقول ان في فساد الا اذا كان تحت ايديه مستندات رسميه تقول ان في فساد. ودي احنا هو في بطء في الخدمات بس وبعض المجاملات وفي طبعا وفي حاجات لابد ان احنا لازم نعرفها ماشيه ازاي. في ايش مشاريع اقيمت يعني مثلا اتخاذ قرار خطا زي اللي حصل مثلا في 2008 ولا 2009 واصرار البعض على ان احنا نعمل بعض المشروعات ورطت النادي مثلا في ان انا كمسؤول او كراجل ماسك قياده ان انا اطلع قرار خطا ما ده فساد اداري، هو لازم يكون فساد مالي يعني؟ لا ما هو احنا اي مؤسسه او اي مكان حضرتك بتقوده اي شخصيات عامه او شخصيات متطوعه حضرتك ما تكونش على كفاءه او على قدره ان هو يقود المكان نفسه ان يطلع قرارات خاطئه ما ده فساد اداري. ما هو حضرتك هو القصه مش قصه فساد ان انا ارتشيت او خدت فلوس او سرقت فلوس لا هو ده في اخطر من كده اللي هو ان انا اصدر قرارات خاطئه بعمل اصدار مال عام المكان نفسه او النادي نفسه ما ده فساد اهو بعينه. ايوه بس هو لما تيجي تحتج عليه حاجه يعني كده يعني ده فساد مالي بسرق حاجه معينه خلاص انا عرفت ان انا خدت الكرسي او خدت الموبايل خلاص ده معروف فساد او رشوه او استغل منصبه بالتربح في حاجه معينه خلاص دي محدوده. تخيل في اخطر منها اللي هو الفساد الاداري ان هو ممكن يوقع منظومه كامله. تخيل تخيل ان النادي ناجح فوجئ ان هو نزل لمرحله الصفر ما انا بقول لحضرتك بسبب قرارات خاطئه مين اللي ارحم؟ فانت بتتكلم في حاجه خطيره خلي بالك يا استاذ سيد. طبعا على العموم يا استاذ سيد اشكرك على توضيحك ومداخلتك معانا بان فعلا المفترض الجمعيه العموميه كاي نادي عامه بصرف النظر انا بشخص اي نادي شايف ان في شخصيات محترمه بتقود مجلس اداره ان هي تتولى هذا المنصب وليس بمجاملات. يعني احنا بعض اشكر طبعا الاستاذ سيد صلاح عضو جمعيه عموميه بنادي 6 اكتوبر اشكرك يا فندم. انا برضو اقطع بس الساده المشاهدين او المرشحين برضو احد الانديه الموجوده في مصر يعني بلاش ان احنا ناخد القاب بنكتبها على الكروت. انت معايا طبعا دكتور صلاح طبعا لان الحته دي مهمه وحساسه ان بنوعي بيها اعضاء الجمعيه العموميه دي اهم حاجه واخطر حاجه. اما انا كمرشح برشح نفسي كعضو او كامين صندوق او كرئيس مجلس اداره ان انا ده عمل تطوعي ان انا شايف ان انا اطور المكان ده بفريق العمل الموجود المحترم ان انا اقود المرحله القادمه عن ان انا احقق نجاحات حقيقيه بناء على القرارات الصحيحه. هو ده حضرتك عاوز حضرتك تستكمل لنا ان مجلس الاداره اللي هو الحالي او اللي هو السابق ان في بطء في القرارات وفي بطء في عمل وجود خدمات بشكل هو يمكن الاستاذ سيد ما قصدش ان مجلس الاداره الحالي بذاته هو بيقصد مجالس الادارات عامه المتعاقبه ما بتوصلش بنادي الهدف او المستوى المرغوب او اللي يقدر
يصل اليه. يعني عند هقول لحضرتك مثلا حاجات بسيطه وجميله جدا. نادي 6 اكتوبر لديه ابطال عالميين، يعني عندنا اول على العالم في الكونفو من نادي 6 اكتوبر، ما حدش يعرف حاجه زي كده خالص. في عندنا ابطال على مستوى افريقيا، يعني بطولات عالميه، بطولات عالميه وما حدش يعرف. النادي يعني في انجازات غير عاديه ولا يعلن عنها على الاطلاق، ولا ليها رعايه، ولا حد مهتم بهؤلاء الناس، كلها مجهود الاباء ذات نفسهم. بتتكلم عن نادي فيه ثلاث لعبات بتلعب دوري ممتاز في مصر نوت، وما حدش يعرف عنها حاجه. بتتكلم عن كره طائره وكره يد وكره سله، في ناس ابطال على مستوى افريقيا، ناس ابطال على مستوى الجمهوريه. فنادي مطلع يعني انجازات كبيره جدا من خلال اولياء الامور. فالمشكله مش بنتكلم عن مجلس بعينه الحقيقه، يعني احنا طبعا بنقدر وبنحترم كل الناس اللي موجودين والسابقين، والحاجه زي الاستاذ سيد صلاح بالتاكيد بيكون الاحترام للجميع، وكلنا اصدقاء وكلنا بنتعاون مع بعض. لكن بالتاكيد كل مرحله بيكون ليها رجالها، كل مرحله محتاج تطور فيها بشكل افضل. للاسف اثناء الانتخابات بقى بتحدث بعض الحاجات اللي هي يكون منغصات، اللي هي يكون في ناس قيمهم اقل، ما عندهمش روح الرياضيه ذات نفسها. الروح الرياضيه فيها المكسب والخساره، فيها تداول السلطه. على فكره الرياضه المصريه من الحاجات اللي فيها الديمقراطيه بتطبق بشكل كبير جدا، ودي حاجه جميله جدا. وانا اذكر يعني مقاله كتبها الدكتور عبد المنعم مره وزير الشباب والرياضه سابقا من سنوات قرأتها له، ان الرياضه المصريه بتطبق فيها الديمقراطيه بشكل رائع لحد كبير. ليه؟ فيها انتخابات وفيها ترشيحات وفيها الناس تختار اللي هم عايزينه، فدي حاجه جميله. يعني هي المفروض اصلا يعتبر كرنفال جميل، انتخابات المفروض يكون كرنفال جميل. بعض مستوى الناس اللي بيكون اقل من مستوى المطلوب في هذه الانديه يبتدع مشاكل، يثير مشاكل، يعمل فتنه بين الناس وبعضيها، يتحيز لمرشح معين. انا بتكلم عن مستوى الانديه المختلفه، مش نادي 6 اكتوبر فقط، لكن ده متكرر في انديه مختلفه. دي نماذج الحقيقه اولا ما هياش راضيه، ثانيا في ناس بتدخل السياسه في الرياضه، وده غباء اصلا مرفوض اساسا. يعني بيستغل النادي العمل السياسي؟ بيدخلوا السياسه بشكل كبير جدا، وزي احنا بنقول ان يجب ان لا يتدخل، يعني نخلي السياسه مستقره ومستقله. امال الاحزاب بتقول عليها بالظبط كده، النشاط السياسي كل حاجه لها دورها بالظبط كده. يعني انا لو قمت بعمل ناجح او عملي جيد كراجل بقود نادي له تاريخه كبير بالشكل ده، انما اتعامل بس ان انا احقق المفترض مطلوب مني، عشان اخش في حته تانية واقول ده عمل السياسي، ده خطا ومرفوض. ده له اختصاصات وله احزاب. هو مش مرفوض في مصريا، هو مرفوض عالميا. يعني تدخل السياسه في الانديه وتدخل الانديه في السياسه، الاثنين اصلا مرفوضين عالميا. اكيد الاثنين. فبالتالي في ناس اصلا بيكونوا اصحاب هوا بيخلطوا الامور عن عمد، وده اصلا المفروض ان هو مرفوض بالنسبه لنا جميعا. فبالتالي احنا بنتكلم عن نفس دكتور كندي، ده هو لديه امكانيات بشريه وموارد بشريه عاليه جدا، سواء مستوى اعضاء النادي كقامات كبيره جدا، ناس كتيره جدا ما شاء الله في كل التخصصات، ولو اي مجلس اداره استعان بهذه القامات هو المستفيد اولا، لان هو اصلا اي نجاح بيتحقق بينسب اليه، والنادي ككل بيستفيد. ودي كانت خطتنا في اثناء تفكيرنا في تكوين فريق للعمل كيرشح لمجلس الاداره، ان هو يكون متعاون مع بعضه ومتكامل مع بعضه، يحقق ده في المرحله القادمه. المرحله القادمه محتاج ناس ذوي فكر عالي في النظام المحاسبي، ذوي فكر عالي في النشاط الاقتصادي، لان النادي بيحتاج الاداره الاقتصاديه. الناس كلها بتتكلم عن تنميه موارد، لكن الموضوع ما فيش تنميه موارد، الموضوع في اداره اقتصاديه للنادي بشكل عام. خلينا يا دكتور اتكلم مع سياده اللواء، اقول ان انا عندي مرحله جديده، مرشح على منصب امين الصندوق، فبالتالي انا محتاج رؤيه وخطه استراتيجيه عشان انمي النادي بالموارد بتاعته الموجوده. اكيد في رؤيه. هل قبل ما حضرتك نجاوب نطلع ونقول احنا عندي مداخله سريعه، لان عندي ناس معايا، الاستاذ احمد فيشير عضو نادي بنادي 6 اكتوبر. اهلا بيك يا استاذ احمد. الو، مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم، اهلا بيك يا فندم. اهلا وسهلا. حضرتك طبعا عضو نادي 6 اكتوبر، في بعض الانديه كلها في انتخابات على مجلس اداره باعضائها ورئيسها، فهل انت شايف ان هو مفترض تبقى في تطوير او في انجازات بشكل اكتر من كده، ام انت شايف حضرتك المفترض كاعضاء الموجوده حاليا تقدر تقوم بشكل تطوير احسن من كده؟ فارجو بس توضيحا كده سريعا عشان بس ديك الوقت بتاعنا يا استاذ احمد. اتفضل.
هو حضرتك بدايه انا بمسي على معالي الوزير الدكتور صلاح يوسف وسياده اللواء صلاح الجزار. مبدئيا حضرتك النادي عندنا في 6 اكتوبر بيتمتع بخصوصيه مختلفه شويه عن باقي الانديه. هو نادي بيعتبر نادي جديد كعمرا، ما تعداش عمره الحقيقي حوالي 15 او 20 سنه، ده الحقيقي يعني. في مجموعه كبيره جدا جدا من الاعضاء المحترمين والمتخصصين في مجالات كتير جدا. للاسف مرينا في الفتره الاخيره بفتره تخبط شويه في الناحيه الاداريه وكيفيه اداره موارد النادي وكيفيه تطوير الناحيه الرياضيه في النادي. على الرغم من ان النادي زي ما قلت لحضرتك فيه مجموعات او ناس كتير جدا جدا متخصصه في مجالات كتير تقدر تنهض بيه، لكن كان في فتره كان بيتم استبعاد الناس دي او عدم الاستعانه بيهم بناحيه مقصوده يعني. انا شايف في الحقيقه ان النادي يعني عنده امكانيات كبيره جدا. عندنا 112 فدان اوريدي النادي مقام عليهم حاليا، عندنا 178 فدان تقريبا في احسن موقع في مصر في الفتره الحاليه على المحور المركزي مباشره محور 26 يوليو، يمكن استخدامهم بشكل متميز جدا، استخدامهم بشكل كويس جدا يعود على الدوله كلها، على مصر كلها مش على النادي بس، في حاجات جدا ممكن يتعمل، قريه اولمبيه ممكن يتعمل، في مشاريع كتير جدا جدا ممكن استخدامها في هذا المجال. بالنسبه للابطال الرياضيين عندنا برضو ابطال رياضيين كويسين جدا ومميزين جدا جدا، للاسف ما كانش بيهتم بيهم الاهتمام المباشر، كان قليل، الامر هو اللي بيتحمل تقريبا كل حاجه خاصه في الالعاب الفرديه، ولكن توجيه الموارد اللي موجوده، محتاجين تنميه موارد طبعا، ولكن قبل ما احتاج تنميه موارد انا محتاج توجيه صحيح للموارد اللي موجوده. فانا لو وجهت الموارد اللي موجوده بشكل كويس هنقدر ناخد نتائج اعلى كتير جدا من اللي موجود. النادي ده بيتنا ومستقبل اولادنا ومستقبل احفادنا كلهم فيه. يعني استاذ احمد، الرساله بتاعت حضرتك وصلت. مفترض ان احنا يكون ساده اعضاء المرشحين يكونوا ادركوا ان في خطه مفترض تنميه. اشكر الاستاذ احمد فشير عضو نادي 6 اكتوبر، اشكرك يا فندم. طبعا سياده اللواء احنا عندنا خطه، المفترض الخطه دي هتحقق في بعد توديكم هذا، فاكيد في برنامج ترشيحي، فارجو سريعا. هو طبعا قصه امين السدوري هي منصب من ضمن اعضاء مجلس الاداره، هو منصب مهم لان هو مرتبط بالناحيه الماليه، والقانون اداله القانون الرياضي نفسه ادى اختصاصات معينه لامين الصندوق، وهي المراقبه الماليه على النشاط النادي، في سواء النشاط الاجتماعي او النشاط الرياضي، بحيث ان تبقى المستندات الخاصه بالنواحي الماليه منضبطه طبقا للوائح والقوانين واللائحه الماليه اللي النادي بيبقى حاططها يعني. فانما قصه تنميه الموارد دي قصه ثانيه، قصه تنميه الموارد بيتكاتف فيها مجلس الاداره ككل، ويبقى لازم يبقى فيه اداره خاصه باداره الاستثمار لتنميه الموارد استثماريا. انما قصه امين الصندوق دي، امين الصندوق انا المسؤول الاول او امين، وهي لفظ حتى يعني المشرع واخده من صفه الانبياء يعني، سيدنا يوسف كان امين على خزائن مصر، وسيدنا محمد الصادق الامين، فالمشرع المصري خد كلمه امين من صفات الانبياء، فلازم المفروض الواحد في من الامانه ان انا احافظ على اموال النادي. من الامانه ان انا احافظ على اموال النادي وارشدها، ارشد المال وفي انفاقاته الصحيحه او في ال فاقول في خدمه في المجالات لعضو النادي، المجالات الحقيقيه. وطبعا لازم تراجع هذه المستندات مراجعه
دقيقة بحيث ان يبقى مفيش مخالفات مالية في النادي. ده دور امين الصندوق. ولكن النظرة العامة لمجلس الادارة ان هو بيوضع سياسة عامة ومعاه ادارة استثمار بحيث ان انا ازاي انمي موارد النادي دي. النادي 6 اكتوبر من اندية كبيرة جدا في مصر من ناحية المساحة، لان احنا فوق ال 280 فدان، مستغل منهم بس 112 فدان من العهد القديم، والباقي لسه في طبعا في مشكله قانونيه بيننا وبين هيئه المجتمعات العمرانيه بالنسبه لارض النادي، ودي مجالها القضاء بمنظور امام القضاء، واما تنميه هذه الاماكن تعود على ان شاء الله النادي بشكل ما تنتهي القضيه بين النادي وبين هيئه المجتمعات العمرانيه في مدينه 6 اكتوبر قريبا تنتهي ان شاء الله، هتنتهي في جلسه قريب في شهر 12 القادم، وان شاء الله تتوضع لها خطه برضو لاستثمار هذه الارض او استثمار هذه المساحة من الارض لخدمة اعضاء النادي وخدمة المنطقة المحيطة بينا، لان النادي بيخدم اعضائه والمفروض اخدم المجتمع اللي انا قاعد فيه، لان بدل ما هو يلعب في اطفال يلعبوا في الشوارع او يلعبوا في ساحات مش مظبوطة، انا اعمل لهم ملاعب جوه يلعبوا فيه، توسعات داخل توسعات داخل النادي. طب بس دكتور احنا خلينا طبعا عشان انتهاء وقت الحلقة فعاوزين رسالة سريعة لأعضاء الجمعية العمومية أثناء انتخابهم للقوائم أو أعضاء اللي هم شايفينهم على القدرة من إن هم يقدروا يحققوا خدمات فعلية على الأرض. هو أولا زي ما سيادة اللواء قال، هو طبعا سيادة اللواء صلاح هو نازل على مقعد أمين الصندوق لأن هو لديه خبرة مالية وإدارية أصلا عالية الحقيقة، مش مجرد كونه محاسب، وحتى القائمة كان فيها قدرات كفاءات كتيرة، في مدير مشروعات في خالد سامي، في دكتور بلتاجي اصلا استاذ التربية الرياضية، في محامين، في يعني في تخصصات هي بتخدم النادي في الفترة القادمة، سواء كابتن عمرو باهر نشاط رياضي ومتميز وبيفكر فكر اجتماعي، استاذ ايهاب ليه نشاط رياضي قوي جدا، فالحقيقة المجموعة يعني بتكمل بعض، وده الهدف ان يكون مجلس الإدارة بيكمل بعض. الاختيارات فردية بالتأكيد مش بالقوائم، القوائم هي محاولة لتيسير على الناخب ان هو يختار الناس اللي ممكن تخدم، لكن ما فيش الزام للناخب ان هو يختار من قائمة محددة. الحاجة الثانية هو الأساس، يعني طبعا في بتحصل بعض الاستبعادات الأمنية، وده حق للدولة انها بترعى مصالح الأندية ومصالح البلد، فالاستبعادات أصلا برضه بتكون مقبوله طالما مبنيه على قواعد سليمه، واحنا كنا بنتفهم ذلك لان مصلحه البلد فوق اي شيء بالتاكيد. يعني في نفس الوقت لازم اعضاء الجمعيه العموميه يصروا على حضور الانتخابات، دي حاجه اساسيه، لا بد ان تحضروا الانتخابات، لا تتاثروا باي استبعادات او غيره. مصلحه النادي هي اهم من الافراد بالتاكيد، مصلحه الانديه ان يبقى في مجلس اداره منتخب، مصلحه الانديه ان احنا نتعاون مع مجالس الادارات المنتخبه، مصلحه الانديه ان نتابع نشاط مجالس الادارات، ان احنا نشارك مع مجالس الادارات في اداره الانديه. الموضوع يعني الانديه دورها كبير جدا في المجتمع، هو مش مجرد ان هو نادي مقفول على اعضائه، نادي 6 اكتوبر هو مناره مدينه 6 اكتوبر، ولما انا بربي شباب داخل النادي بطريقه يكون طموح علميا، طموح وظيفيا، طموح رياضيا، ثقافته مرتفعه، ثقافته عاليه، في عنده الحس الفني عالي، انا معنى كده انا بعمل نموذج للشباب في مدينه 6 اكتوبر، شباب في مصر، ان هم يكونوا حاجه كويسه. حضور الجمعيه العموميه ده واجب. الصوت العضو هو امانه، لو ادى صوت لانسان لا يستحقه فده يعتبر كانه شاهد زور، ودي حاجه سيئه. لا تتاثروا باي استبعادات، الاستبعادات هي في الاخر هي مصلحه الدوله، الكل بيتعاون معاها وبيراها، ما حدش بيختلف عليها ولا حد بيتعارض معاها، لكن لو شخص ما استبعد ده مش معناه الناس تحبط او تكسل انها تحضر، لا لابد الجميع يشارك في حضور الانتخابات ويدوا برايه. طيب عايزين ست اللواء رساله سريعه لعضو الجمعيه العموميه في اثناء ترشحه. ما هو طبعا اعضاء مجلس اداره تاكيدا لكلام الدكتور صلاح، طبعا صوت الجمعيه العموميه امانه في رقبتهم ومصلحتهم في انتخاب مجلس اداره محترم يدير النادي 4 سنين وينتخبوا بمعايير
المفروض كلنا عرضنا برامجنا وكل الاعضاء عرضت برامجها سواء كان على الانترنت او سواء على لوحات داخل النادي او خارج النادي او سواء مع قعدات معهم جوه داخل النادي في سواء في اماكن الالعاب الرياضيه بتاعتهم او في النادي الاجتماعي. وكل اعضاء الجمعيه العموميه درسوا جميع الشخصيات اللي مترشحه حوالي 40 احنا عضو مرشحين لمجالس الاداره فيختاروا الاصلح ان شاء الله بالتوفيق ست النواب. ونتمنى لكم المزيد من العطاء من العمل الخدمي او عمل اللي احنا بنتكلم عليه اللي هو عمل خدمي بحت. نعم عمل خدمي بحت بالفعل ده عمل خدمي بحت بيدي الخدمه بدون مقابل. كان بيمثل في جمعيه او في قابه او في نادي دي كلها اعمال خدميه بالفعل بحته وبتتم بشكل جيد. فطبعا بكمل ده بيعتبر عبء على المرشح بس هو طبعا بيبقى حابب ان هو يحس انه بيعمل خدمه فعلا وهو عنده القدره ان هو يؤدي خدمه. فده يعني برضو حاجه نسندها له كان بقى عنده رؤيه كان عنده فكر كان عنده استراتيجيه واضحه انه يقدر ينمي المكان اللي هو يتولاه في المرحله القادمه. دي طبعا بتبقى اضافات ايجابيه بتبقى بترجع للعضو الجمعيه العموميه في حسن اختيار المرشح ان هو يقدر في المرحله الجايه يدينا المزيد من الخدمات ام مش هيدينا مزيد من الخدمات. في نهايه حلقتي احب اشكر طبعا ضيوفنا اللي شرفونا النهارده. اشكر ضيفنا اللي شرفنا النهارده الدكتور صلاح يوسف وزير الزراعه واستصلاح الاراضي سابقا ومرشح على مقعد رئيس مجلس اداره بنادي ستقل. واشكرك يا فندم. العفو يا فندم. الله يبارك فيك. شرفتنا. الله يحفظك يا فندم. الله يبارك فيك. ايضا السيد اللواء صلاح الجزار لواء شرطه سابق ومرشح على مقعد امين صندوق بلادي 6 اكتوبر. اشكرك يا فندم. شكرا لحضرتك وشكرا لقضاة مصر البلد على حسن استضافتكم لنا يعني النهارده ان شاء الله. بالتوفيق ان شاء الله. شكرا لك. شكرا. في نهايه حلقتي احب طبعا اوصل رساله للجمعيه العموميه مش هخرج عن نطاق الفقره بتاعتي ان الجمعيه العموميه وطبعا ده بشكل عام يعني احنا مش نقول احنا مفترض حسن الاختيار ده بيعود عليك الخدمه مش لك كعضو انا لا لاولادك للجيل اللي جاي. لان انا بيجي كمجلس اداره او ممثل ان هو يؤدي كعمل خدمي على ارض الواقع كان ممثل في قابه او في جمعيه او في نادي من الانديه المحترمه الموجوده في داخل جمهوريه مصر العربيه أن بيأدي خدمة وليس بخدمة مؤقتة. أن الخدمة بتعود للأجيال القادمة. أولادنا اللي هنفترض بيمارسوا عمل رياضي داخل النادي تحتاج تنمية، تحتاج خدمات واضحة على أرض الواقع عشان يحقق بطولات عشان نحس أن فعل أجيال فعلا نعتمد عليها كدولة. وإحنا بنقول هنا أخطر حاجة هو الفساد الإداري. تماما اصل الفساد المالي ده معروف مش محتاج انت تحكي فيه معروف انت 10 قروش خدتهم امسك ودي التعقيد. اما نيجي نتكلم في الفساد الاداري ده صعب ان انت تمسكه. هتمسكه امتى؟ لما الكيان اللي هو بيقوده يقع او كمؤسسه او كمكان موجود اللي هو بيديره كعمل تطوعي خدمي ده بياخد وقت بوط. فده بيرجع لعضو الجمعية العمومية. حسن الاختيار اللي يمثلك في المرحلة القادمة إن شاء الله. وإن شاء الله أتمنى لكم بالتوفيق وكل ما هو مرشح في مجلس إدارة نادي 6 أكتوبر وأتمنى لهم المزيد والعطاء لأهل لأعضاء نادي 6 أكتوبر. في نهاية حلقتي أحب أشكر طبعًا ضيوفنا اللي شرفونا والساده المشاهدين على استماع هذا الحلقه وان شاء الله تنتظرونا غدا يوم الخميس الساعه 9 مساء. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.